لهم رئيس جهاز المدينة وتقريبا اللي مستأجر للمعدية وعامل المعدية وطبعا محمد خالد سواق الميكروباص اللي كان موجود جوه المعدية واللي نزل أوقات. أنا هقول لك دلوقتي مثل بسيط جدا. سيادتك النهارده لما بتيجي تركب طيارة وبتحط الشنطة بتاعتك، هل أنت مسؤول عن تأمين الشنطة التقيلة اللي أنت بتحطها فوق في الطيارة، ولا المسؤول عنها أصحاب الطيارة نفسهم والطقم بتاع الطيارة؟ طب سؤال لحضرتك، سؤال العربية. يعني حضرتك إن المسؤولين عن الحادث أصحاب المعدية، العمل في المعدية. الكلام ده سابق الأوان، ولكن أنا بضرب لك مثل بسيط. بس أنا النهاردة سايق ميكروباص، مهمتي إن أنا بنزل المعدية، مين المسؤول بقى عن تأمينها ووضع الميكروباص في مكانه الصحيح وغلق المعدية؟ كل الشغل ده مش بتاع محمد خالد. برضه سؤال لحضرتك، عربية بتحمل 14 راكب، إزاي السواق يحمل فيها أكتر من 20 بني؟ دي مخالفة مرورية ملهاش علاقة بالواقع، وهو عارف إن هو على معدية في بحر. دي مخالفة مرورية، لو محمد خالد أخطأ فيها يحاسب. نحن لا ندافع عن الباطل ولا ندافع عن الخطأ. إذا كان ثبت إنه ركب أكثر من العدد المطلوب منه وهو اللي عمل ده يحاسب. أنا بقول لك أهو، أنا دايما في صف الحق، هدافع عن الحق. طب ردك على إن هو ساب الفرامل شغالة ونزل يتخانق مع السواق التاني؟ ما ينفعش أقول إن في وقائع فنية من غير ما اطلع على التقرير الفني. اتكلمنا عن محمد وحضرتك في اكيد ظروفه النفسيه، وخاصه ان في عدد في محمد. ولدينا هذه الحلقات مصوره بالصوت والصوره على قنوات معتمده، ولكن هنقدمها في المحكمه، ليست يعني ليس مجالها هنا يعني. طب بالنسبه للمتهم اللي كان لو عاكس البنات، هل تم القبض عليه؟ هل هو موجود دلوقتي داخل المحكمه؟ مفيش غير 5 متهمين نازلين حاليا في امر الحاله. ممكن نعرفهم كده الوصف عندنا؟ مش هينفع نقول اسماء يعني، ما دول مش اسماء. انا دورهم ايه؟ تعالى بدون ذكر اسماء. انا بقول دلوقتي يعني دوره كان ايه؟ انا محامي محمد خالد المتهم الاول اللي هو سائق الميكروباص. المتهمين في سائق المعديه، في مستاجر المعديه، في عامل، في رئيس جهاز المدينه، وهو مفرج مخلص. ثبت فعلا ان المعديه بتعمل بدون ترخيص وكان صادر لها قرار. كل هذه الاشياء ما ينفعش اتكلم فيها غير بورقه. لم نطلع على القضيه حتى هذه اللحظه. حضرتك بشكل رسمي، مش انا لوحدي، كل الدفاع تقدمنا بطلب الى المحكمه الموقره، وان شاء الله نطلع النهارده بشكل رسمي على كافه الاوراق علشان نحدد مسؤوليه كل شخص. النهارده اسره سائق الميكروباص كانت متواجده مع حضرتك. ايوه محمد، والدته تعبانه جدا ومتاثره جدا، وهو محمد نفسه مصاب، يعني محمد نفسه مصاب في قدمه نتيجه ان هو نزل علشان ينقذ الفتيات.